كان العيد يشكل موسما سياحيا للمدن الساحلية وخصوصا عدن بشواطئها الخلابة النادرة وبمكانتها المرموقة، إذ كانت في صدارة المدن التي تمثل قبلة للسياحة الداخلية والخارجية. لكن هذا الازدحام في السواحل والحدائق والاحتفالات الفنية لا يعكس انتعاشا سياحيا عرفت به درة مدن الجزيرة العربية، إنهم في الغالب أهالي المدينة نفسها والمحافظات المجاورة، ولا نكاد نجد سائحا أجنبيا، فالسياحة الخارجية قد أصيبت في مقتل منذ أن دشنت ميليشيا الحوثي والمخلوع حربها المفتوحة عام 2015، ولا تفرق سمعة الحرب المسيئة للبلد ككل بين المناطق المحتربة وبين أخرى محررة تعالج آثار الحرب. السياحة في عدن انتهت بعد الظروف اللي عشناها نحن اللي في عدن، ولم يوجد هنا سياح أجانب ولم يأتوا بسبب الحرب الذي حصلت في عدن، ونحن نعيش ظروف قاسية في هذه البلد بسبب الأوضاع المتردية وسبب الحروب. لكن يوجد مناطق سياحية في عدن، فمن قبل كانوا يزورون سياح وكنا نراهم نتعامل معهم. السياحة الداخلية من باقي المحافظات هي الأخرى لم تشهد الانتعاش المأمول لجملة من العوامل، منها الظروف المعيشية وعراقيل التنقل بسبب الحرب، بالإضافة إلى عوامل كثيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية، إذ فشلت فشلا ذريعا في ملفات البنية التحتية وإعادة الإعمار لدمار أصاب 80% من المقدرات السياحية العامة والخاصة. البلاد كلها تأثرت وإحنا في حالة حرب، وحرب خبيثة يقودها أنذال وصلت البلاد إلى هذا الوضع. أنظر إلى البحر بيعطيك هو المؤشر هل السياحة صحيحة أم غلط. حكومات وسلطات محلية متعاقبة لم تنجح قبلا في جعل العاصمة المؤقتة مستقرا اقتصاديا واستثماريا ينفي عن عدن حملات تضخ متجاوزات أمنية حدثت وكرست فكرة المدينة الطاردة بعد أن كانت مدينة عالمية احتضنت شتى الأعراق والقوميات والديانات. ما دمر بأشهر قليلة لم يبنى خلال عامين، ولا بوادر لخطوات كبيرة وشجاعة تنتشل المدينة من تعثرها، إذ تظل جذور الفساد أرسخ من بنية مؤسسات الدولة المعنية بإعادة الإعمار وإسعاد ثغر اليمن الذي يحاول التبسم رغم كل الظروف. آدم الحسامي لبرنامج المنصة عدن.